الوضع متلاحقة ومتسارعة فيما يتعلق بالاستهدافات التي حصلت في الساعات الأخيرة، لا زالت مستمرة. مدينة خان يونس الآن تشهد قصف عنيف من الدبابات الإسرائيلية المتمركزة في المناطق الشرقية وأيضا الشمالية، هناك أيضا في المناطق الغربية الجنوبية هناك لا زالت أيضا الدبابات الإسرائيلية متمركزة، وتدور أيضا اشتباكات متقطعة بين وقت وآخر بين عناصر الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في هذه المناطق في محيط المشافي، خاصة مجمع ناصر الطبي، مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. لا زالت أيضا هناك استهدافات في محيط هذه المشافي في مدينة خان يونس. في التطور الآخر هو حي الزيتون، حتى اللحظة هناك عملية عسكرية برية واسعة النطاق ما زالت مستمرة، الاستهدافات في شرق وشمال الحي مستمرة خاصة من الدبابات الإسرائيلية. الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت عدد من المنازل في الساعة الأخيرة في حي الزيتون بشكل كبير. أيضا في المناطق الغربية هناك اشتباكات عنيفة ومعارك دارية واشتباكات من مسافة صفر حسب ما علمنا من المصادر في حي الزيتون. لا زالت أيضا المناطق الوسطى وسط القطاع تتعرض إلى استهدافات وتفجير لمربعات سكنية خاصة في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، هناك تفجير لعدد كبير من المربعات السكنية. في أيضا دير البلح هناك سلسلة من الغارات نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل كبير مما أسفر عن عدد كبير من الضحايا والإصابات. في شرق مخيم المغازي والبريج لا زالت المدفعية الإسرائيلية بين وقت وآخر تستهدف المناطق الشرقية بشكل كبير. حتى اللحظة بصير فيما يتعلق بالمجزرة التي حصلت في شارع هارون الرشيد، وزارة الصحة أصدرت بعض التحديثات قالت بأن عدد الضحايا وصل إلى 104 ضحايا، هناك 760 إصابة، وما زالت أيضا طواقم الدفاع المدني تحاول انتشال المزيد من الضحايا، خاصة ونحن نتحدث عن أعداد كبيرة من المواطنين كانوا يحاولوا الحصول على المساعدات الإنسانية، لكن الجيش الإسرائيلي استهدفهم بكثافة من خلال الدبابات الإسرائيلية وأيضا الطائران المروحي الذي استهدف المواطنين بشكل مباشر. لذلك الساعات المقبلة حسب ما تقول وزارة الصحة قد يكون هناك ارتفاع في أعداد الضحايا، هناك أعداد كبيرة من الإصابات في حالات خطيرة جدا، وهناك بعض الحالات ميؤوس منها ربما يشهد هذا الرقم ارتفاع مزيد من الضحايا في الساعات المقبلة. الصحة تقول بأنها تطالب المجتمع الدولي، منظمة الصحة العالمية، بالعمل على فتح ممر إنساني لإدخال الإمدادات الطبية والوقود والمستلزمات والمعدات الطبية إلى شمالي القطاع، خاصة مجمع الشفاء الطبي مستشفى كمال عدوان في شمالي القطاع، هناك نفاد في الوقود بشكل كبير. المستشفى كمال عدوان أعلن إنهاء الخدمة أو خروجه عن الخدمة نتيجة نفاد الوقود، وأيضا هناك نقص كبير في المستلزمات الطبية، لذلك هناك عجز في التعامل مع الحالات الخطرة من قبل الطواقم التمريضية وأيضا الطبية في مستشفى كمال عدوان. كذلك الأمر في مجمع الشفاء الطبي، الوضع يزداد خطورة خاصة في ظل تزايد أعداد الضحايا والإصابات، وأيضا هناك نقص كبير في المعدات، غرف العمليات مكدسة، مادة التخدير غير متوفرة في مجمع الشفاء الطبي بشكل كبير، لذلك الأطباء يجرون العمليات دون تخدير لبعض الحالات، وبالتالي هذا ينعكس بشكل خطير على حياة المرضى والمصابين ويؤدي إلى وفاة عدد كبير منهم، خاصة في ظل هذا النقص الكبير والحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. الصحة تقول أن هناك أكثر من 450 مريض من الفشل الكلوي لا يجدون العلاج في المنطقة الشمالية لقطاع غزة، وبالتالي حياتهم على المحك. الوضع الإنساني والصحي صعب في مدينة غزة وشمالها، وأيضا الميدان ما زال مشتعل جراء الاستهدافات والغارات الإسرائيلية والاشتباكات المستمرة في محاور التقدم في جنوب القطاع خان يونس، وأيضا في مدينة غزة في الجنوب منها حي الزيتون.